استنى استنى. ايوه 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 حقف 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 حقف. رخصك. كيف يعني يا باشا؟ رخص. اتفضل يا باشا. انت مشغل العربيه في غير الغرض المخصص ليها ليه؟ انا هجي لك سكه طوال يا بيه. معلش يعني ما تاخذنيش. الناس بقت تعبانه. كلها مخنوقه. مش لاقيين حتى يشتروا رغيف في العيش. وانا ورايا بيه بجاج ما يشدهاش سداد. بعد اذنك يا امي، انزلي اركبك عربيه ثانيه. حرام عليك يا ابني، سيبه يسترزق. انا لا قادر انزل ولا اطلع. معلش يا امي انزلي بعد اذنك. وانت اركن لي على جنب هنا. حاضر يا باشا، حاضر ماشي، حاضر. انا هنزل اجيب لك الرخص يا ابني. انزلي انزلي. ايوه يا كاريا. ايوه ايوه زفت ايه؟ الله يسامحك يا خلع اللي بتعمله فيا. بقول لك ايه؟ انت لو ما جيتش خدت البلوه المساحه اللي انت سايبها لي دي انا هقتلها لك. بقول لك ايه؟ مانيش حمل الدلع الماسخ ده. مش مستحمل جنانك. سيبيني باللي انا فيه. انا امنتك امانه وامانه مش هينه، وانت موافقه يبقى تستحمليها بقى. الله سلامك، وانا مش فاضيلك. سلام. ماشي يا خيل ماشي. اما وريتك يا جولي ما بقاش انا كوري. خد يا ابني اطلع. ايه جبتيها؟ الله انت تشتغلي في المرور يا حاج. شوف الرخص بتاعته، شوف الرخص. الاجراءات دي تعسفيه واحنا مش ممكن نقبل بيها حضره الضابط. يا حاج ايه يا حبيبي ايه ايه؟ انت بتأيد مش بتشتري، يعني ما تقعدش تحسس. الاجراء ده اتاخر قوي على فكره. المفروض حضرتك من اول يوم كنا نتحفظ على كل ممتلكاتك مع المتهمه، بس انت حظك حلو. نو بروبلم، الوضع ده مش هيستمر كتير. انا مش عارف يا عم انت ازاي تسمح لهم يعملوا كده عندك. انا ما حدش يقدر يعمل معايا كده. يعني كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت صعدت الموقف لاعلى المستويات، لكن الحمد لله انكم ادركتم خطوره الموقف ومحدش قدر يمارس الاجراءات دي معايا. انت من الدرجه الاولى؟ نعم. انت من قرايب الدرجه الاولى للمتهمه؟ لا. طيب احنا بقى بنتعامل مع قرايب الدرجه الاولى بس، ممكن تسكت؟ لما حدش يقول لي اسكت. اسكت بقى يا طارق، اسكت بقى. عارف سعادتك دي لوحدها بكل اللي انتوا قاعدين تتفرجوا عليه. خد زيق وادعي لي. يخرب بيتك، شو قد ايه انت مهضومه. انتوا مش بتقولوا كده؟ اه يلا انا على الباب ونازل اهو. يلا مع السلامه. على فين؟ نازل. يعني ايه نازل؟ زهقت من القعده، فيها ايه؟ بعدين انت عارفه ان انا مش واخد على قعده البيت، واخد على الشغل. بعدين ده انا حتى لما كنت في ايام الدراسه كنت بصرف نفسي واشتغل. وهو الشغل المره دي بقى لبناني ولا ايه؟ لبناني هندي ايراني مالكيش فيه. وبعدين انا عايزك تفهمي حاجه، احنا متعودين ان احنا ما نخنقش على بعض، صح؟ عشان ايه؟ عشان احنا مش متجوزين، احنا يا دوب عايشين مع بعض. ها انت ليه عايزه تغير الموت؟ خلاص بقى خلاص. أنا بحبك أنتي وعايزك تعرفي إن كل ده ولا حاجة، وهثبتك ده في أقرب وقت. فك بقى، فك ورق العنب. ماشي يلا باي باي. توبوريني. اشرب يا ابن عمي شوية شوربة. مش هقول لك بقى اشرب. إن شاء الله. أنا يا صاحبي مش كانت المستشفى أحلى؟ كل يوم بتشوف ناس وناس في ناس، بدل ما تشوف السحنة المصرية ديت. ما بطيقش أم المستشفيات يا واد يا سوكر، لا بطيق ريحتها ولا أكلها، بحس إن روحي بتطلع جدع. إزاي بقى يا صاحبي؟ أمال مين هيغير لك على الجرح ويكشف عليك؟ ده جرح كبير يا صاحبي مش قليل. يا عم انزل استقضالي أي حكيم ولا تمرجي من على الناصية كده المستوصف اللي هناك ده، مش كيميا يعني. بصراحة كباكي الواد نسر كلمني وقال لي تعالى اعمل فرح اختها ده، بس انا يا صاحبي مش هقول لك كشمت لهم. اه والله انت بتضحك على ايه؟ بقول لك كشمت لهم وهم كبروا لي يا صاحبي، وقالوا لي هنأجل الفرح لغايه ما كباكي يقوم بالسلامه. انت عبيط يا سوكا، انت عبيط. ما تنزل ياض تغني وتشوف اكل عيش. لو انت هتفضل لازق لينا 24 ساعه انزل ياض اخفي من وشي ساعتين ثلاث، وبالمره تجيب لنا مصاريف الاكل والشرب لحد ما اقف على رجلي. لا يمكن. ايه لا لا يمكن يا كباكي، انا غني وانت بالحاله دي لا يمكن. اول ما تخف ان شاء الله ابقى ابتدي اغني. ما تنشف ياض في ايه يعني؟ وانا مراتك وقاعده حامل في ايه؟ ما تنزل تغني. هات البتاعه دي. اتفضل. بس ما تنساش بس تستقضالي اي حكيم ولا تمرجي عشان حاسس ان الجرح عفل. لا ما انا مش هبيع بنتي، بس انا كمان لازم اشتري الناس اللي عمرهم ما حسسوني غير ان انا واحده منهم. ما لاش حته شغال.
بس انت ما تعرفيش نجوان متورطه في ايه، ولو الحكومه وصلت لهم ممكن يكون وضعها ايه. يا لهوي، وهي نجوان الغلبانه دي هتتورط في ايه؟ ده لولاش التعبان ده اللي اسمه مروان اللي قاعد يزن على ودانها لحد ما غواها وخطفها معاه. هي حبتان امها طمع مع قلبها قتل على ابوها مملاش عينها غير التراب. بس انا بنتي ما تعملش حاجه وحشه ابدا. ايوه انا اللي مربياها. انا اترجيت استاذ ابو طالب بيه قلت له ما تاذيهاش. قال لي طمني انت سهل مش هنأذيها. الراجل ده انا معاشرها من سنين. هو صحيح يعني ما بيسيبش ازازة المنكر من ايده بس راجل حقاي. اي والله العظيم احسن من ناس كتير جدا قاعدين على السجاده. ما جرى ايه يا ست هاجر؟ هنفتح اوضه التمريض ملجا للفراشات ولا ايه؟ الحاجه انتصار قريبتي وتقعد معايا في المكان اللي انا قاعده فيه ان شاء الله في اوضه المدير. طول ما انت لسانك طويل كده عمرك ما هتتثبتي. والله بقى انا اتثبت بشغلي مش بالهق والماء اللي بيعملوه بقيه الممرضات. خلاص خلاص يا ست هاجر انا همشي عشان ما اجيب لك شي الكلام. انا اسفه يا ست الحكيمه بس اصل انا والله كنت تعبان. لولاش قبل هاجر خدتني هنا عشان ارتاح شويه وانا خلاص بقيت كويس. بعد اذنكم. اتفضلي. استغفر الله العظيم يا رب. معلش يا هايدي شدي حيلك واستحملي شويه. انا مش قادره يا نادر مش قادره خلاص. انا بنهار بجد. انا بعد الصدمه اللي اتصدمتها كان المفروض اسافر في حته اقعد في اوتيل في سناتوريوم اعمل نقاهه لغايه ما ارتاح واهدى. انما انت مش متخيل الوضع اللي انا فيه. انت مش متخيل انا عايشه فين ومع مين. دي زريبه يا نادر ولا لا الزريبه ارحم حتى. عارف وفاهم وحاسس بيك يا هايدي بس للاسف. ما تديني ميعاد يا نادر. مفيش حاجه اسمها استحملي وخلاص. قولي استحمل قد ايه. اسبوع اتنين تلاته شهر. فهمني القضيه دي ماشيه ازاي وانا هاخد براءتي امتى. انا ما عملتش حاجه تستاهل كل ده يا نادر. ايوه هايدي بس القضيه محتاجه شويه وقت. وقت يعني ايه؟ ما تتكلم كلام محدد. انا بدفع لك فلوس يا نادر عشان انت المحامي بتاعي والمفروض تفهمني اللي بيحصل مش تعاملني زي العيله الصغيره وتخبي عني كل حاجه. طبعا حقك ولو هيريحك انك تعرفي الوضع بالظبط فانا بقولك تعايشي تماما مع الوضع الجديد اللي عندك لانك محتاجه معجزه من السماء يا هايدي. علشان تاخدي حكم مخفف ده القانون. الحكم المخفف ده بقى مش شهر ولا اتنين ولا عشرين لا ده سنين. وبناء عليه بقولك تكيفي تماما مع الوضع الجديد اللي انت عايشه فيه واللي ممكن يستمر لفتره طويله يا هايدي. فتره ممكن تنسيكي اصلا وضعك القديم. فهمتيني هايدي؟ انا مش ساكت. أنا ماشي في كل الاتجاهات وبعمل مجهود خرافي علشان أخلصك من الوضع السيء اللي انت فيه والوضع الأسوأ اللي مستنيكي اللي هو السجن. هو ده الوضع الكامل يا هايدي اللي أنا باخد منك فلوس عشان أقولك. ألو ألو هايدي ألو.